اهلا بكم من جديد. ما زلتم معنا في هذه الحلقه التي نناقش فيها اخر تطورات المشهد اليمني في ضوء عدم توقيع المبادره الخليجيه من قبل الرئيس علي عبد الله صالح. الثوره اليمنيه التي اشرنا الى ان ابرز طابعها هو طابع سلمي ومهدده لا سمح الله بالتحول الى حرب اهليه اذا اخذنا التعبير الذي استعمله الرئيس علي عبد الله صالح. هذه الثوره مرت بمراحل عديده ومحطات عديده لنتابعها معا. سيد عبد الملك المخلافي القيادي في اللقاء المشترك، كيف يمكن لهذه الثورة أن تحافظ على طابعها السلمي رغم كل شيء؟ محمد، في البداية قبل أن أجيب على سؤالك هذا اسمح لي في عقالة أقل من 30 ثانية أن أوضح للمرة الأخيرة بأننا في المعارضة، وهذا كلام أقوله نيابة عن المعارضة ومسؤولا عنه، تلقينا نحن والمؤتمر نسخة من طرق التوقيع، وفيها أن هناك ثلاثة أماكن للتوقيع، والتزمنا نحن بهذا. وبعد أن قمنا بالتوقيع جاء طلب المؤتمر لتغيير المكان إلى أن يكون مكان موحد، وبعد أن وافق الطرفين على هذا الموضوع. هذه مسألة أقولها بشكل نهائي، وهذه الورقة أيضا تحمل بأنه في حالة رفض الطرف للتوقيع سيقوم الأمين العام بنقل الصورة إلى اجتماع يوم الأحد الذي هو اليوم للمجلس الوزاري، وان المجلس الوزاري ربما يسحب المبادره ويتخلى عنها اذا لم توقع عليها اي من الاطراف. هذه مساله كانت قدمت لنا مكتوبه، واقول هذا الكلام باسم المعارضه وللمره الاخيره. اما فيما اتصل بسؤالك فانا اقول اولا في البدايه لا يوجد مقومات لما يسمى الحرب الاهليه. لا يوجد مقومات، يمكن ان يحدث قتل، بمعنى ان النظام الرئيس صالح لا زال يمتلك بعض القوة التي ربما قد يستخدمها في قتل الناس الأبرياء، ولكن لا يوجد مقومات للحرب الأهلية لسببين على الأقل. السبب الأول موضوعي، وهو أن الانقسام الموجود إذا كان هناك انقسام فهو ليس انقساما رأسيا، بمعنى أنه لا يوجد منطقة في مواجهة منطقة أو قبيلة في مواجهة قبيلة أو فئة في مواجهة فئة، أو الموجود انقسام في كل مكان بما فيها قبيلة الرئيس وأهله وبيته. هذا الأمر يعني أن لا مقومات للحرب الأهلية. أما السبب الثاني الذاتي فهو أن الثوار والمعارضة سيستمروا في الثورة السلمية مهما كان الدم الذي يسعى، وأعتقد أن أي نظام لا يستطيع أن يقتل إلى ما لا نهاية. ثم أن الأدوات التي لا زالت بيده من القوات المسلحة هم من أبناء الشعب، وهؤلاء لن يقبلوا إذا ما تحول الأمر إلى عملية قتل فاضح، لن يقبلوا أن يستمر هذا القتل وسيتخلوا عنه. نحن نقول لا مقومات للحرب الأهلية ولا يجب تهديدنا بها. أما الحديث عن ان المعارضه سوف تقوم بموقف، نحن نؤكد لا، من يهدد بالحرب الاهليه هو النظام. وانا حقيقه استغرب في خطاب اليوم القول بان سبب عدم موافقه المعارضه على التعنت النظام في الذي كل مره يقدم عذر في الانتقال للقصر الجمهوري سيؤدي الى حرب اهليه، وهو اذا كان النظام موافق فعلا على ان يتنحى الرئيس صالح، هل من اجل هذا السبب البسيط سيشعل حرب اهليه؟ هل من اجل هذا السبب يقول ان على المعارضه ان تنصاع وكاننا جنود في كتيبه يراسها هو؟ هذا الامر اقول بان لم قامت الحرب الاهليه
لن نلجا الى العنف، لن يلجا الشارع الى العنف مهما افرط في القتل، مهما افرط. وهو ما يلح علي ايضا شباب الثوره، وهنا نسال الدكتور وسيم القرشي وهو عضو اللجنة التنظيمية لشباب الثورة في صنعاء حتى نصحح الصفة ولا نقع في أي لبس ربما يساء فهمه. إذا سيد وسيم قرشي هو عضو اللجنة التنظيمية لشباب الثورة في صنعاء. سيد قرشي، أي دور يمكن أن يلعبه الشباب حتى يحافظ على الطابع السلمي لهذه الثورة ولا ينزلق لأي حرب أهلية مهدد بها أو محذرة منها؟ اولا اخي محمد ارجو ان تعطينا الوقت كما تعطي لباقي ضيوفك، لانه لولا شباب الثوره المتواجدون الذين اشعلوا هذه الثوره لما كان هناك الان موضوع تتحدثون عنه، ولما كان السياسيون الان يوقعون المبادرات. الشباب هم من اشعلوا الثوره وهم من سيحافظون عليها، هذا ابتداء. الامر الاخر، نحن منذ البدايه كنا نقول للعالم اننا نعرف هذا الرجل اكثر من اي شيء اخر. نحن خلقنا وهذا الرجل يشغل منصب رئيس اليمن، وإلى الآن هو يشغل منصب رئيس اليمن، ولهذا فإننا لا نعرف شيئا أكثر منه. كنا نتحدث أنه أنه يكذب وأنه مراوغ وأنه زعيم عصابة بمنصب رئيس. يعني اسمح لي سيد قرشي، اسمح لي سيد قرشي، مع احترامي لك وللشباب الثورة وثورة ثورة اليمن صنعها الجميع شبابا وشيبا ونساء ورجالا، فقط حتى يكون الحوار له منطق في التسلسل، حتى نكون واضحين، أي ضمانات يمكن أن يقدمها الشباب حتى يظل محافظا على هذا الطابع السلمي لو تكرمت؟ حسنا، لكن حقيقة أنا أولا أحب أن أشير إلى الطرفين، الطرف علي صالح والشباب أيضا، هو لديه الاستعداد لإدخال اليمن في حرب مقابل الحصول على شكل بروتوكولي كما حصل اليوم. اليوم يقول إذا لم يحضر هو شكل بروتوكولي أنه سيدخل اليمن في حرب. في المقابل يقف شباب الثورة الذين ظلوا صامدين حتى الآن أكثر من 100 يوم، استشهد من الشباب أكثر من 200 شاب وهم ما زالوا يتلقون الرصاص بصدور عارية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو حقيقة أننا الآن كشباب وبحفاظنا على سلمية هذه الثورة وتركنا لكل أشكال العنف استطعنا أن نكسب تأييد الشعب اليمني. اليوم كان هناك شرعية لشباب الثورة حينما أحيوا حفل 21 للوحدة في شارع 60 وهو أكبر شوارع العاصمة، بينما اقتصر علي صالح بحفله داخل أسوار الأمن المركزي، لتعرف أن شباب الثورة هم اليوم الشرعية وعلي صالح ليس الشرعية. الجيش أيضا اليوم الذين كانوا يؤدون العروض أمام شباب الثورة كانوا يشعرون بالذعر لأنهم رفعوا التحية العسكرية للشعب وللوطن ولم يرفعوها لشخص، بينما تسمع الانشقاقات المتكررة في الأمن المركزي وفي الحرس الجمهوري لأنهم أيضا هم من أبناء الشعب اليمني، ولا أظن أنه في أي لحظة حاسمة سيكونون مستعدين لقتل أبناء شعبهم ولقتل إخوانهم مقابل أن يحافظوا على كرسي لشخص هو في الحقيقة امتهنهم وجعلهم كإحدى مقتنياتهم يملكهم له ولأولاده. فيما يتعلق وعلى وطنية هؤلاء. نعم، فيما يتعلق بالحرب الأهلية سيد جمال المليكي، هل من ضمانات حقيقة لعدم اندلاح الآن في اليمن؟ ربما بالإضافة إلى ما ذكر الإخوة، أول ضامن هو موقف الجيش ابتداء. 3 مناطق عسكرية من 5 مناطق حسمت إلى صف الثوار، إذا ابتداء عندنا هنا قوة توازن تمنع حدوث حرب أهلية. النقطة الثانية، صراحة أبهرتنا القبائل بجميع أشكالها، أبهرتنا القبائل بموقفها السلمي، بموقفها الحضاري أنها وقفت إلى جانب الثورة وبسلمية، والجيش الذي وقف إلى جانب الثورة كذلك كررها مرارا أننا سنؤيد الثورة سلميا، سنؤيد الثورة سلميا، كررها أكثر مرة. هناك أيضا الشباب أنفسهم، أنت أمام شباب استطاعوا أن يصنعوا أكثر من 100 يوم كما قلنا ولم يستخدموا سلاح، 60 مليون قطعة سلاح موجودة استطاعوا أن يتركها في البيوت ثم يأتوا. الشيء الثاني، الصورة التاريخية الرائعة التي يرسمها اليوم كل شباب اليمن، هذه الصورة تجعلنا نقرأ أن هناك مستوى حضاري ارتفع إليه الشعب. نقطة مهمة جدا أحب أن أؤكد عليها سريعا، وهي أن الجيش الذي تبقى مع علي عبد الله صالح هو أقسم يمينا، ونحن نذكره ونخاطبه ونعرف أن الجندي اليمني فيه من الشهامة وفيه من المروءة ما يمنعه أن يوجه السلاح إلى الشباب، إلى صدور الشباب العارية، وبالتالي سيتخذ موقفا تاريخيا ونحن نسمع الانشقاقات متوالية. نعم، في الدقائق الأخيرة للبرنامج سؤال واحد الحقيقة، وسأقوم بجولة على كل ضيوفنا الكرام، الآن ما العمل في المرحلة المقبلة؟ سيد علي المعمري من القاهرة.
يا سيد الكريم اسمح لي في البداية أن وفي 45 ثانية أن أعرج على مسألة. يا أخي الكريم، الشعب اليمني أفشل بالتجربة محاولات لنظام في شن حرب على بعض المناطق. فمثلا عندما قام الحرس الجمهوري بالتحرك من حرب سفيان والدخول إلى صنعاء، قام أبناء منطقة أرحب ومنعوه من الدخول إلى صنعاء وأوقفوا هذا التقدم. في محاولة للحرس الجمهوري بالنزول إلى الحديدة، قام أبناء منطقة الحيمة بمنع الحرس الجمهوري من النزول إلى الحديدة وأوقفوا هذه القوات ومنعوها من التحرك. عندما حاول النظام إرسال قوات مشاة الجبل بقيادة ابن الرئيس باتجاه حضرموت، قام أبناء منطقة نهم بمنع هذا اللواء من التحرك نحو حضرموت. مع احترامي لكل هذه التفاصيل، مع احترامي لكل هذه التفاصيل، باقي ثلاث دقائق فقط وأريد أن أمر على كل الضيوف الكرام، ما العمل في المرحلة المقبلة رجاء باختصار شديد؟ أي عمل تقصد؟ ما العمل الآن؟ ما العمل الآن في المرحلة المقبلة بعد أن لم يتم التوقيع؟ يا سيد الكريم، العمل على مرحلتين، على الشباب، وأنا هنا لا أوجه، لكن أعتقد أن الساحات تمتلك من الآليات ومن الخطط ما تصعد به عملها على الأرض وتجبر هذا الحاكم على مغادرة السلطة. والأمر الثاني، نداؤنا لأشقائنا، لأصدقائنا، أن يضغطوا على هذا الحاكم، يعني وبكلام واضح لا مواربة فيه، أنه قد حان الوقت وأنا له أن يسلم الحكم لهذا الشعب. شكرا. حان الوقت للخارج. شكرا لك سيد علي المعمري. نفس السؤال إلى عباس المساوى وباختصار شديد، شكرا. ما العمل الآن؟ ما الخطوة المقبلة؟ العمل أن يذهب سقور المعارضة وسقور السلطة وأن يتركوا العقلاء هم الذين يدورون الأمر. الأمر الثاني، على الرئيس اليمني أن يوقع المبادرة، ليس هناك من حل سوى التوقيع والخضوع والإنصياع لرغبات الشعب ولرغبات الضمير حتى. شكرا لك. الأمر الثالث وهذا الأهم، يجب على رئيس الجمهورية أن يبتعد كثيرا عن الأطفال الذين يصيغون له بعض السياسات الذين لا تفصلهم بينهم وبين ذكريات البامبرس والسنين عددة، وعن بعض الإعلاميين التقليديين الذين ربما لم يصيغوا الوسائل الإعلامية بالطريقة التي ينبغي أن تسير عليها الأحداث الحالية. شكرا لك. مخارج سليمة أقل شيء إعلاميا. دكتور العتيبي، الرياض. نعم. هو العمل طبعا من جانبين، الجانب الأول وهو الشعب اليمني وموقفه وقواته وقواه المتعددة أن تتخذ موقفا واضحا من الرئيس. يعني الأمر الثاني وهو الخارجة والإقليمي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تحدد موقفها وبقوة بعد رفض الرئيس علي عبد الله صالح من التوقيع على هذه الاتفاقية. ولذلك أعتقد أن المجلس أو دول المجلس إذا أرادت أن تتخذ موقفا جيد، أعتقد أن هذا سيؤدي إلى تنحي الرئيس. نعم. سيد المليكي، باختصار أخي الكريم، اليوم المجتمع اليمني في جاهزية لم يصل إليها على مر التاريخ. على كل القوى أن تترك هذا الشعب أن تكون شريكة، خاصة اللقاء المشترك، أن يكون شريك مع هذا المجتمع لا نائبا عنه ولا متحكما به، أن يترك هؤلاء الشباب للانطلاق لحسم ثورتهم دون التحكم، بل يكون شريكا معهم، وأؤكد لا نائبا عنهم ولا متحكما بهم. النقطة الثانية، على الأخوة في الخليج، شكر الله سعيكم، آن الوقت أن تتخذوا موقفا لرفع الغطاء عن علي عبد الله صالح وبكل وضوح. الأخوة في الاتحاد الأوروبي، في الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، المنظمات الحقوقية عليها أن تقدم صالح للمحاكمة. في كلمتين سيد مخلافي. أؤكد في البداية أن على الأشقاء والأصدقاء الذين توسطوا على مدى ما يقارب الشهرين أن يحددوا الآن موقف واضح من هذا الطرف. إذن مطلوب موقف واضح من دول مجلس التعاون. شكرا لك. سيد وسيم القرشي، في كلمتين. أولا، نحن كشباب الثورة سنستمر في التصعيد وسنزيد عدد الأيام بالإحسان المدني حتى يتهاوى هذا النظام. والأمر الثاني، نتمنى من المجتمع الدولي، من دول الخليج، أن لا تحايد الآن، بل أن تنحاز إلى خيارة الشعب، خاصة وأنه لم يعد شريكا يسير في المجتمع الدولي بعد أن حاصر بلاطقته اليوم المبعوثين السياسيين في السفارة الإماراتية. شكرا جزيلا لك وسام القرشي، شكرا أيضا للسيد عبد الملك المخلافي، شكرا أيضا لكل ضيوفنا من القاهرة، علي المعمري، من بيروت عباس المساوى، من الرياض الدكتور سرحان العتيبي، وهنا في الاستوديو